الكولونيل مقتول اللي ساكن عندكم يا فارس؟ اه قتل من اجل السرقه. هم حققوا معاك يا فارس؟ هو لازم يحققوا معايا، مش انا من سكان العماره. سكان العماره ايه يا عم فارس؟ ده انت من سكان السطوح، يعني في العماره بالاسم بس. في ناس بيسألوا عليك يا فارس. اللي دخل دلوقتي حصل حاجة؟ لا ما حصلش حاجة، بس النهارده أول الشهر، أنت ناسي؟ طب وإيه يعني؟ أنا كل شهر بعد عليك يوم خمسة يوم ستة، إشمعنى الشهر ده بس أربعة أوي يعني؟ أصل 15 جنيه اللي بتديهم للواد ما عادوش ينفعوا. يعني أنت هتطلع أنصح بالمحكمة؟ المحكمة حكمت بكده. بس المحكمة ما تعرفش إنك بتكسب من الكورة. أنت عايز إيه بالظبط؟ عاوز ايه يعني؟ ما انا قلت لك، وكمان الواد مدوخني. ماله؟ بيزوغ من المدرسه وطول النهار يلعب في الحاره، اضربه مضربه مفيش فايده. وتضربي لي ايه؟ طبعا، ما انت عايز يبوس في المدرسه ويطلع صايع زيك. روحي انت دلوقتي، وانا يوم الجمعه اعدي عليك. وكمان في حاجه تانيه عايز اقولها لك. شكلك كده بتحرجني على حاجه من الصبح. انت عايز ايه؟ اصل جاي لعريس وعايز يتجوزني. ايه؟ ايه مال؟ بقول لك جاي لعريس. شغال في وزاره الصحه وساكن فوق ناديه صاحبتي. يعني ايه؟ يعني هتجوز، عندك مانع؟ يعني انت بقى جاي عشان تقولي لي الكلام ده. ما تتجوزي ولا تروحي في 60 داهيه، انا مالي. بس الواد اه طبعا، البيت بتاعك مش عايزه معانا. لا، انا قلت له عليه وافق انه يعيش معانا. اصل مراته ماتت وسابت له بيت تحت تربى ويا الواد. ترى يا عم فارس، ما تيجوا تشربوا قهوه في المكتب احسن. بقول لك ايه؟ والله العظيم ثلاثه ده لو اتجوزت لك واخد الواد وعمرك ما هتشوفيه. انا بقول لك اهو. ده بعينك. بص عليا، بص على ايه؟ ايه التماحيك دي؟ هي عايزه ايه تاني؟ ده كهن نسوان وانا عارفاه. عايزه ترجع بعد ما شرشحتك في المحاكم وخدت الواد. روحي شوف الشغل اللي اديك في وشي. الله، هتطلع غلبك عليا ليه؟ ستك.